الصلاة خير موضوع، خير موضوع. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة فقال طول القنوت، القيام طول القنوت. وهذا الذي هي خير موضوع في ركن الذي هو خير الأركان، ويخفف لسماع بكاء صبي يخشى أن تكون أمه تصلي معه. أجدني مضطرا لقول شيء إثراء كلام الإمام بارك الله فيه، الذي أنا لا أشك أنه أن الباعث له على ما قال هو الحرص على أن يعني يكون المسجد موقرا بآداب المسجد، لكن أنا أخشى أن يحمل كلامه على غير محمله، وأن يترتب عليه أن الناس لا يحضرون صبيانهم المسجد، وهذا ما لا أريده أنا، لا أريده، لأن نحب أن ينشأ صبياننا في مساجدنا، ولا أريده لأن كم نسبة الصبيان الذين يأتون المسجد إلى إذا قرنوا إلى الصبيان الذين لا يأتون المسجد، لكن فقط يعني يعلمون وبرفق أيضا حتى تعليمهم لا يكون، الله يحفظكم ويبارك فيكم، رجالا ونساء لا يكون تعليمهم بخشونة، أحضرهم وبرفق، إذا رأيته يصيح لا تضع يدك هذا، قبله على فمه، لا بأس، لأن تقبيل الوالد فم يعني أقصد أن تمنعه من الضجيج بقبلة لا بضغط يد على فمه، هذا المقصود، ولكن لا يترتب على هذا طردهم من المساجد. أنتم ترون الوضع الذي فيه المسلمون وأبناء المسلمين، وأنا كنت أرى أنا بنفسي رأيت من يذهب إلى المسجد ويتبعه ابنه الصغير ويقول ارجع إلى البيت، كأنه سيزعجه هو نفسه، قال لا المسجد، هو ذاهب إلى الصلاة ويرجع، يقول ارجع إلى البيت، سيزعجه، سيحتاج أن يبذل مجهودا معه وبعد ذلك يجيئك هذا الإنسان، يجيئك أنت يقولك الشيخ أنا ابني لا يريد يصلي لا يريد كذا. طيب ما أنت، ما أنت عاقل، أنت تريد الشيء ونقضه، لما كان يعني تصنعه كان طوع يدي، كان أطوع لك من نعلك، كنت تطرده إلى البيت، لما انطرد وصار لا يريد يجي جيت تشكو إلي أنا طردته. الصيف ضيعت اللبن، إنك لا تجني من الشوك العنب. واعلموا أيها الناس، وأنا لست أحدثكم بما لا تعلمون، لكن أذكركم بما تعلمون، أن ما يصنع للطفل صغيرا لا يمحى من ذهنه وإن كبر، ما تجرحه به وهو صغير يبقى ذاك الجرح غائرا ولا يزيده الزمان إلا غؤرا. جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. أنا كنت صغيرا، طفلا صغيرا، وكنت في، كنا في عرس عائلة، عائلتي وأنا طفل صغير جالس بين شيخين كبيرا، وهذه كانت الغلطة التي صنعتها. واحد يمر بالحلوى، أعراسنا عندنا يعني تختلف شيئا ما عن أعراسكم، أعراسنا نحن نجلس والناس جميعا يجلسون ونقضي وقت طويل وفي أكل وشرب وقراءة قرآن ومحاضرة إلى آخره. المهم أنا جالس بين واحد يمر بالحلوى، لأني طفل صغير رأى أنه يعني مثلي لا يتعنى له ليقدم له الحلوى، فأعطى هذا الشيخ الكبير الذي مثله يعنى له وأعطى هذا، وأنا أمر أرى الصحن هذا يمر فوق رأسي، والله يا إخوة إلى الآن ساعتي هذه. وما أبعد هذا عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أبعده عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في المنبر، في المنبر ورأى حسنا وحسينا داخلان المسجد وهما يعثران في ثيابهما ثياب طويلة، يمشيان ويعثران، فنزل صلى الله عليه وسلم قطع كلامه
ونزل من المنبر وحملهما ورجع إلى المنبر وأكمل كلامه. وقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: رأيت هذين يمشيان معي عثران، لم أملك. لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستطع، مجبول على الرحمة. ولا تظنوا أن هذا خاص بابنه أو بابنيه، لأن أعز من الولد ولد الولد، هذا من أمثالنا أيضا. لا، كل أبناء المسلمين بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في معزة ولد الولد. كلكم يحفظ الحديث أنه يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصغير فأتجوز في الصلاة، أخفف فيها الصلاة. يقول هو صلى الله عليه وسلم يقول فيها: الصلاة خير موضوع، خير موضوع. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة فقال: طول القنوت، القيام طول القنوت، وهذا الذي هي خير موضوع في ركن الذي هو خير الأركان، ويخفف لسماع بكاء صبي يخشى أن تكون أمه تصلي معه فلا يريد أن يحبسها عن أمه هو نفسه، سوى أن أمه تفتتن أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه سماع هذا البكي الصغير يبكي. كلكم يحفظ حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، أبو عمير أخو أنس الصغير، متى فرخ له؟ فرخ أنت يدخل عندك ولدك، ولدك ليس ابن جارك ولا أخا خادمك، ابنك يقول لك: ما تفرخي، ما تحزن، فرخ، أنا أشتريك عشرة، ما تحزن، فرخ، دفينه وانتهى الأمر، الآن يلا نخرج، لا تبكي يا أخي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معه في فلسفته الجو، تنتقل الجو، دخل معه في جوه النبي. هذا الصغير حزين لأنه فقد عزيزا، النبي صلى الله عليه وسلم يحزن لحسنه، يا عمي فعل النبي. وأبو عمير سيجيب، إحنا القصة للحديث هذا، أبو عمير سيجيب: مات النغير، مات، ويبكي. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنه كان يمسح رأسه ويقول: ما فعل النغير. وذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بكت الجدران، الأطفال يبكون، وهذا يعني ويعقلون يتذكرون ما صنع بهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار، يحدثون بذلك وهم رجال الكبار. وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل من وانت صغير ويصنع لك كذا وتذكره وانت شيخ ذو لحية بيضاء، فلان كان يصنع بي وكان كذا وكان كذا. فانا اقول لكم هذا لاني اخشى ان كلمة الشيخ التي باعثها شيء حسن خشيت ان تضع على غير مواضعها، ويظن ان الشيخ امر بطرد الصبيان من المسجد، وما اظنه يريد هذا، انما اراد يعني تأديبهم بأدب المسجد. طبعا أدب المسجد لابد أن يحضروا المسجد يتأدبوا بأدبه.